وفي نشرة سابقة أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة أن المنحنى الإقليمي تحول إلى قلق دولي من ممارسات النظام القطري، ووصل إلى حد ظهور مطالبات وتقارير دولية تحمل النظام القطري مسؤولية تمويل عمليات حزب الله الإرهابية. ندرك اليوم أنه باتت هناك مطالبات ودعوات أوروبية انطلقت مؤخرا خلال الساعات الماضية من فرنسا وبلجيكا وبريطانيا بضرورة التعامل بحزم مع النظام القطري بعد اكتشاف دوره المعروف طبعا سلفا في دعم الإرهاب وفي دعم تنظيم حزب الله الميليشيا الإرهابية التابعة للنظام الإيراني على وجه التحديد. وهذا يؤكد إجابة عن سؤالك أن المنحى الآن هو منحى قلق دولي من النظام القطري وممارساته في المنطقة. النظام القطري انكشف دوره في تمويل تسليح ميليشيا إرهابية مثل حزب الله، يعني كانت سببا في مقتل وتشريد مئات الآلاف من البشر، وعلى وجه الخصوص أيضا من ذلك ما تناولته فوكس نيوز مساء أمس من تقرير حمل النظام القطري مسؤولية تمويل حزب الله وما أداه ذلك من مقتل مئات العناصر من القوات الأمريكية التي كانت متواجدة في العراق وغير ذلك. نعم. إذن هناك الآن منحة ليس فقط محلي أو إقليمي، وإنما هناك منحة دولي للتعامل مع النظام القطري.